الكاميرا الخفية في حلقة احتفالية بمناسبة العيد السعيد، الكاميرا الخفية من خلال لحظات أحببتموها وأحببناها أيضا في هذا الشهر المبارك، هذه الآن وفي عجلة بعض اللحظات التي عشناها في شهر رمضان. دينار و500 توصل بنزرته. اي نعم. اسلم اخي. اسلم. ها؟ مرحبا بك اسلم. اسلم. اعطيني نشوف هذا. شنو هو باش الكليونات شنو هذه؟ اعطيني نشوف هذا. شيء ما فيها شيء. قال له شيء. جاي بحذا كليونات خلينا نشوف. ما فيها شيء. جاي نشوف. ما فيها شيء. لا نصلي على النبي. صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء. والله ما فيها شيء. شنو ما فيها شيء؟ أوراق. شنو كتبها من خفاض؟ لا ما فيها شيء. يا تشوف تتكلم فيك. أوراق ما فيهم شيء يا أخوي. اسمع. تتكلم فيك راه. أوراق ما فيهم شيء. إيش تعمل أنت تو؟ هات شوف الأوراق. إيش بيك؟ عم نضربك العشوة؟ عليها أخوي. وش عمل؟ هات شوف إيش في هذا. شنو؟ من ربي يعاونك. 1500 يا أخوي. تفضل 1500 بنزر ملا هاي هاي نمشي بدينار و500 ملا نمشي بدينار و500 احسن هاي نمشي بدينار و500 احسن بنزرت بنزرت هاي اخويا عاش اخويا يخدم على روحك نمشي بدينار و500 شنو هو المشاكل اللي تعملوها لنا تو باش تعرفوا على 500 ولا يا مصطفى ربي يعاونوا اخويا واش عملت لك حتيناها نخدم على روحك اش بيك صاحبي كل واحد ربي يعاونه لا موالف نخدم ديما هكا عشية الجمعة عشية السبت نهار الأحد الراس ب 15% كامل الجمهورية الناحية 20% عائلة أولاد على بعض أنا عم تبعدني العش ولا أه خليني نخدم ولا كلمتين ربي يعاونك وسع بالك وسع بالك برا خلينا نخدم على همين اسمع تعملنا انخفاض ولا ليه؟ لا انخفاض عليه خويا ما تعملناش انخفاض نخدم تعريف لحد خويا نقصنا ها هو دينار و500 نقصنا عاش خويا يخدم على انت تخدم على روحك ويخدم على روحه بعد باش نحاسب تيجي خالص من جيبي ما نجمش اختي الراس ب 15 والله مشكلة هذه مش تعملوا هذه هاي ما حدش عملنا انخفاض ب 400 بنزرت يبر انت عادي والمشاكل تعملنا فيها خلينا نخدم ولا واش مي سلي عنه في عاش خويا يفرحك عاش خويا يفرحك عاش خويا كل واحد ربي يعاونه خالص من جيبي لازم عاش خويا عاش خويا قداش وصلنا عاش خويا انت خل نفهمو خل نفهمو 500 هكا امك قال 500 اعطوني دينار مثلا دينار قا بنزرت ب 800 اسمع بنزرت ب 800 كيفاش تو تو؟ ب 800 كيفاش المشاكل تو تعمل؟ ب 800 بنزرت يا ولدي واش عملت؟ يا قلت وين؟ يا ولدي واش عملت؟ يا قلت اركب 500 قداش سزنا تو 500 واحد ربي يعاون انت قداش؟ اركب 500 اسمع ما يسالش ما يسالش امشي معاهم 500 ما يسالش 500 ما يسالش بنزرت ب 300 بنزرت ب 300 300 هاي ها فما الديسكات يحطوها غاديكا في الاورديناتور فيها كل ما يتعلق بالتقنيات اللي عزف آلة الأورد هما فما عندهم اباري جابوها تتحط على الراس هي اللي تنقل لك المعلومات من الراس من 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 الاورديناتور عن طريق الذبذبات اللولبيه اللب الجنوبي للجمجمه الدماغيه. بارك الله. واحد اثنين ثلاثة
شقاب انا تعبان مشكوك شقاب يا ليل يا ليل يا ليل يا نالا يا نانا يا لالا انا مشت يا لالا امي يقولوا لنا انتم يقولوا لنا يا لالا قوم هكا مولي منين اوف يا لالا ريجا واحد طلع ريجا واحد طلع هكا مولي منين يا لالا يقع انت لعي يا لالا لازم 24 ساعة مش تركز وأربع سوايع نعم. لازم ما يشوشها حتى حاجة حتى كلمة يقولوا لك يكلموك ماكش هوني جملة هل رأى الحب سكارة فررى سكارة مثلنا كم بينينا فسلوا وش معناها الحب سكارة هل رأيت ما انت يريد حب سكر سكر بتاع بيت مثل انا على كيما ريت انا كيما ريت انت فهمت نو تعلمت مليها كلمني ليك حاقرني ليه اربع ايام قلت لك ما تكلمش قديش عليه 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 ايه الاخر انا كلمني عليه. شاركت معنا في الكاميرا اوكي كاميرا كاشي غالي هيك كاميرا غالي جنبيه لا لا حكيت كرامت بديش عشقو حكيت كرامت بديش انا مش جاي مليش كان عندي فاتح انا كان عندي سيدي جاي بس نكري راني نعرف اي جاي بس نكري وفتح طافوش كان كنت تعملها طوى يا خبوش استنى يتعداش واحد حتى نظر طبعا استنى تعوش هي هذي طبعا حلف عرفش حلف الباب اصبر لا اله اسمع تفضل يا ذاك يخدم بنيه مروح نعم يا ولدي بنيه ذاك بين بنيه عندكش تل الحاج عندكش تل يا سيد يا سيد شوف لنا حاجه مش نحل برا خويا ربي يعاونك برا تخدم روح برا لا لا كي بتل ولات برا ما روح برا تعرفش النور وقداش بتاع الحله لا النمر لا طعم دزر كده عم دزل. اي اخو العام انت يقول لي فيك ماكش 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 بالنظيف بالكل. هذوما ولاه في المانيا وخلى توكيل عند الاجونس. تو نهزك تاخذ كونتراتوك امورك منظم. فاتح منعش. شدك شدك. خطك عندي مفتح. ربنا معاك. كيفاش يا؟ سن. يا. جيتك سن. سن. عندك فتح قلت. لا عندي عندي ما ضيعته. لا لا سن واصعب. أنا جيت كان جيت مش يا سالم ها فتح دخلت دقيقة 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 ساقي ساقي ايش هنا يا عندي فتح دخلاني عندي فتح دخلاني والله دقيقة من زمان سيبني من كتر جابت يا حنبوك جيت جابت يا حنبوك يا محمد سن هاي جابت هذيك ربي يا محمد يا محمد أنا ماني جيت كان جيتك أنا جيتك عندي ها؟ عندي عندي مفتاح دخلين نعرف البراني هذاك هي موسيني دقيقة هاني جيتك هاني جيتك دقيقة من زمان ها؟ مش نحل باب الجنينة مش نحل باب الجنينة ونجيك دقيقة وسع بالك وسع بالك وسع بالي يجبر مكسور راهو انا انسان نظيف راهو نخدم بسمعتي راهو نخدم بسمعتي ما عنديش زايد ناقص ما عنديش زايد ناقص عندي باب فاتح تاع باب دخلين ها؟ هات نعطيك فلوسك وسع بالك كيف المهم مليح ساعة انا راني انسان نظيف اعطيني فلوسي وعادي سمعت كبر دقيقة دقيقة اعطيني فلوس معاك انا جيت معاك تاري اعطيني فلوسي معاك تاري كرومتي ساعة يا مولى الدار وسع بالك كرومتي يا مولى الدار ما تبديش فلوسي معاك تاري ما تبديش عندي فصعة في سلسل داري يا مولى الدار ايه نفس الفيسعة من هيك ها انت راجع حمد انت راجع حمد ايه ده نظيف استعمل هنا نعم استعمل هنا شو شنو هذا
خويا عاشوك اخويا ضيع سمساتك. لا 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 زي سمساتك ردا هكا بالطريقه هذه تكرد سمساتك ردا الموضوع شنو نفهم الموضوع ايش معي مش معي من بلاك ساعه نجيبو هو ساعه لا هو جاي عاشوك ما تخلينيش عاشوك كيف عاشوك ها عندي ثلاثه بيوت وكوجينه اي ليك ما تخلينيش خويا عاشوك حبيت مع جيران سمح ها ها ب 40 دينار مع جيران كوكا بابلي بير عندك البير ماشن عندك خضين عليه خيام ما يخرجش عليك عيب عليك عيب توا انا ريتو يحل في الكهرباء نتاع الناس ما نسيتش كهرباء الناس اهلا وين نمشي لغادي ما نمشيش لغادي خويا انا قاعد نأس هنا وانت تراهم فك المفتاح ونخزر لك من الصباح كان نمشي لغادي خويا سامحني انت خدمت الفهم مع جماعه اما جماعه اخويا يا جماعه لا حد شيء جماعه اللي حطوا لي ورقه كتبوا لي الحمامات هنا هي عطوك ورقه باش تحل كهرباء الناس والله قاعد نقنص فيك راهو دوقني في مخي لا لا ندوق لحد شيء والله قاعد نقنص فيك فهمت انا مصباح انت فهمت ها نعم فهمت لي انا جاي انا باش ما لقيت حتى مخك كان صحرك من هذه باش هلك راه انا مالا هذاك كيفاش انت ما ديتنيش ترى وريني ريت وينك توا لا ريت ريتني شفت بك انا لا ريتك لا ما ريتك جيت كرم نقانص فيك فما حاجه باش نهزها من الكهرباء نعم راني هزيتها ومشيت وانت باخذ قانص فيك لا وقتها نباص فينا كيفاش تخلي روحك تباصي خويا مو فضلك ها كراه بالناس ما عادش تمسهم ما عادش تمس كراه بالناس الله يبارك فيك قلت جيت واحدة بيضة انا ما بديش قلت شي ريك صار مش مثبت حتى اللون ما يثبت هذا في حكاية كبيرة ما جيت بيضة جيت بالخضرة هاي تخدم يا هاي كرهب ما عادش حل ما عادش حل هاي حل يا كرب يا كرب يسناو تا يسناو قدامهم هادشي هل عليه هكا انا جيت كلمه خضره مو هذيك انا جديده من الشام حتى دور الباب خلق ما نجيب ورقه من هناك اللي هو السلسل فيك مصفى يا ودي نهاك شو ما تقنص فيه شو ما تقنص فيه يا ودي شو ما تقنص فيه خاطبها فيه ما تقنص تبع فيه ها عجيب ها هذه غريبة عمرها ما وقفت الكهرباء بيضة مني ها؟ كرة بيضة كتنين هذه فيها كرة حس هذه فلوتين نورمان اسمع أخوي والله يبيع هذه تقلق حس وضحك والباب يقربع ويتحل وحده ودشنو كيفاش هكا تو والتليفون يجي يقلق فينا ها ها ويعلق في البيت الشامبو الاخرى كيما كيكا زاد هذاك علاش خرجنا احنا تيركبونا بصفير لا مسكونه هي مسكونه انا عارفهم يتحيروا شكون ديما كل معك ورقة مرة يتحيروا وغيبوا كان معنا بجيري
طلع السباعة بالحق. اسمع مسكون لوتشي ليه ما تمشي؟ اي والله باش نموت بالخوف. ما يعرفش كيف سلاح مر هو الوحيد اللي كان شدته وحنيش ورقدوا شيرت الحنايا نعطوا راسنا ما يسيبكم شيء. ما عادش اسمع نحس ما يسيبكم شيء. شيرت الحنايا يربطوا هك يربطوا هك باه شيرت الحنايا لا نحل الباب. عندكم خيط احمر؟ ها؟ عندكم خيط احمر؟ جيب لنا دابا جيب لنا. اش نعطيك؟ انت نعطيك. اش تعملوا بيه الخيط الاحمر؟ وقفوا في صبعك كبير. وقفوا في صبعك الاثنين. شفتي قلت لك في روحي انا اليوم. وياه! ايوا. انا يا خوتي يا خوتي راني عييت. دوري اسكور ودي دخل. يا خوتي ما نجمش ندور راسي كيك. كيك راك بميت راك. وغرب في روحي ولا حيه.